أعزائي الطلبة، النهاردة إن شاء الله هكمل في شرح بعض الوحدات التعليمية من محاسبة التكلفة المتقدمة، وأنا دمجاهم في باوربوينت واحد، وهنبدأ إن شاء الله النهاردة بكيفية المحاسبة عن الأوامر الإنتاجية. نبدأ في كيفية المحاسبة عن نظم تكاليف الأوامر الإنتاجية. بحب ان انا اجمعكم بعض المفاهيم الخاصه بالتكاليف. فاول حاجه بنقول يعني ايه هدف التكلفه؟ بنقول اي شيء يراد تحديد تكلفته، مثل قسم المنتج خط الانتاج. لما يجي الرئيس بتاعي يقول لي حددي تكلفه المنتج ده، يبقى المنتج ده بنسميه هدف التكلفه. لما يقول لي حددي تكلفه القسم اللي انا شغاله فيه، يبقى القسم هو هدف التكلفه. تبويب التكاليف، عندي طبعا عدة تبويبات للتكاليف، منها سواء كانت متغيرة أو ثابتة، لكن اللي احنا هنهتم بيه في هذا الجزء هو تبويب التكاليف إلى تكاليف مباشرة وتكاليف غير مباشرة. أي التكاليف المباشرة هي تلك التكاليف التي يمكن تتبعها لهدف التكلفة، وهنا دايما هنفترض إن هدف التكلفة هو المنتج، زي المواد المباشرة زي العمالة المباشرة. التكاليف الغير مباشرة، وإن تلك التكاليف التي لا يمكن تتبعها لهدف التكلفة المنتج، زي التكاليف الصناعية غير مباشرة، اللي هي عبارة عن مكونة من 3 مكونات أساسية، اللي هي المواد الغير مباشرة، العمالة الغير مباشرة، مصروفات أخرى زي الطاقة، الوقود، الصيانة، الإهلاك، التأمين، الضرائب، والتسهيلات الأخرى. يعني هنا هبص للتكاليف من زاوية كونها مباشرة، يعني أنا بنزل أشتري لوح خشب ل 28 جنيه خصيصا لإنتاج المكتب الخشبي، بقى نسميها مواد مباشرة. بجيب نجار أقول له هتعمل المكتب ده في قد إيه، في ساعة، هتاخد فيه كام؟ هاخد فيه 200 جنيه، يبقى دي التكاليف مباشرة. جبت العامل ده اشتغل بإيده في إنتاج المكتب الخشبي ده، يبقى دي تكاليف مباشرة. أما التكاليف الغير مباشرة فهي تلك التكاليف التي لا تخص منتج معين بذاته، يعني زي الكهرباء. أنا بشغل أنوات الكهرباء مش عشان أنتج منتج واحد بس في المصنع، لكن عشان أنتج عدة منتجات داخل المصنع. لعدة أسباب برضو سميناها تكليف غير مباشر، ده أول سبب لهذه التسمية أو لهذه التسمية، إن هو يعني لا يخص منتج معين بذاته. تاني حاجة إن أنا ما مش قادرة أحدد بالظبط قد إيه استخدمت كمواد غير مباشرة، عمالة غير مباشرة، أو مصروفات أخرى للمنتج ده. فمثلا زي المواد غير المباشرة، زي مثلا الغراء، فاروح بس اشتري كيلو غراء، دفعت في كيلو غراء كام؟ دفعت فيه 1000 جنيه، لغاية لما خلصت اخر نقطة فيه، استخدمتيه في انتاج كام مكتب خشبي؟ استخدمته في انتاج 1000 مكتب خشبي. يبقى بنقسم، نوزع، نخصص، ان انا بقوم اسمى تكلفة الغراء على عدد الوحدات اللي انتجتها، يبقى نصيب كل مكتب خشبي من المواد الغير مباشرة اللي هي الغراء جنيه، وهكذا. ده سبب برضو آخر لهذه التسمية. أساس تخصيص التكاليف، بنقول ده الأساس اللي أنا الذي يتم على أساسه تخصيص وتوزيع التكاليف الصناعية المباشرة، زي ساعة التشغيل الآلي، ساعة العمالة المباشرة، وتكاليف العمالة المباشرة. هنا طبعا احنا بنختص هنا بالتكاليف الصناعية غير مباشرة، لأن أنا لا يمكن تتبعها، فبشوف على أي أساس أنا هوزع التكاليف الصناعية غير مباشرة دي على المنتجات. هل هستخدم يا ترى ساعات التشغيل الآلي؟ هل ساعات العمالة المباشرة؟ هل تكاليف العمالة المباشرة؟ عندي 3 أنواع من المخزون. مخزون المواد، بشتري أنا هون المواد بخزنها، يتم تخزينها في هذا المخزون تمهيدا لاستخدامها في العملية الإنتاجية. بعد كده عندي مخزون إنتاج تحت التشغيل، بخزن فيه المنتجات اللي أنا بدأت في إنتاجها ولكن لم يتم إتمامها بعد. عندي بعد كده مخزون إنتاج تام، بخزن فيه المنتجات التي تم إتمامها ولكن لم يتم بيعها بعد. لكل نوع من أنواع المخزون رصيد أول وآخر المدة. التكاليف، نظام التكليف الفعلي، وده طبعا بيتحدد في نهاية الفترة. والتكاليف الإنتاج هنا بتكون عبارة عن مواد مباشرة فعلية، عمالة مباشرة فعلية، زي تكليف صناعية مباشرة فعلية، كله بيبقى فعلي. طالما هو اسمه نظام التكليف الفعلي يبقى كل عناصر تكليف الإنتاج فعلية. لكن أنا عندي مشكلة بالنسبة لتكليف صناعية مباشرة فعلية، لأن أنا هنا بيتم توزيعها وتخصيصها وليس تتبعها. فبحددها إزاي؟ قال لك هاتي المعدل الفعلي. المعدل الفعلي عبارة عن إيه؟ تكاليف صناعية غير مباشرة فعلية بقسمها على أساس التخصيص الفعلي. وقلنا أساس التخصيص الفعلي ممكن يكون ساعات تشغيل آلي، ممكن يكون ساعات عمالة، ممكن يكون تكاليف العمالة، أيا كان.
بجيب المعدل الفعلي، بعد كده بقوم ضرباه في أساس تخصيص التكليف الفعلي لهدف التكلفة. قلنا هدف التكلفة قد يكون قسم قد يكون منتج. يعني الأول بجيب المعدل الفعلي، إجمالي التكلفة الصناعية كلها الفعلية بقسمها على إجمالي أساس تخصيص التكلفة الفعلية. بعد كده بيطلع لي المعدل الفعلي، بقوم ضربها في أساس تخصيص التكاليف الفعلي لكل هدف تكلفة قد يكون قسم أو منتج. عكسه تماما نظام التكاليف المخطط. إذا كان تكاليف الإنتاج في ظل نظام التكليف الفعلي كله فعلي، فإن تكليف الإنتاج في ظل نظام التكليف المخطط أو المعياري كله مخطط أو معياري، عبارة عن مواد مباشرة مخططة، عمالة مباشرة مخططة، زائد تكاليف صناعية مباشرة مخططة. برضو بحدد ازاي تكلفة صناعية مباشرة مخططة، برضو بجيب المعدل المخطط اللي هو إجمالي تكلفة صناعية مباشرة مخططة على إجمالي أساس تخصيص مخطط. بعد كده اللي يطلع المعدل المخطط أقوم ضربه في أساس تخصيص التكليف المخطط لهدف التكلفة. وكان هنا مثلا قد يكون ساعات تشغيل آلي مخططة، ساعات عمالة مخططة، أو تكاليف عمالة مخططة، وده الأمثلة اللي إحنا دايما هنستخدمهم في أسس تخصيص التكاليف. يبقى نظام التكليف المخطط بالظبط زي نظام التكليف الفعلي، طريقة تحديد وحساب وقياس التكلفة الصناعية المباشرة. لو كان فعلي يبقى كله فعلي، معدل فعلي أساس تخصيص تكليف فعلي، وبضربه في أساس تخصيص تكليف الفعلي لهدف التكلفة. أما المخطط بشيل كلمة فعلي وأحط بس بدلها كلمة مخطط. النظام التالت هو نظام التكليف العادي. يعني إيه نظام التكليف العادي؟ قلنا طيب أنت في نظام الأوامر هل هتستخدم نظام التكليف الفعلي ولا المخطط؟ قال لك ولا ده ولا ده. ليه؟ قال لك نظام التكليف الفعلي بيتضمن نواحي عدم كفاءة. العامل بيسيب المكن شغال ويروح ياكل، يكلم يدردش شوية في التليفون، يغيب، ممكن بيسمح له طبعا هو بيغيب عدد ساعات وأيام. أما المخطط فمثالي جدا، ما بيديش أي مسموحات للعامل. فقلنا لا، احنا هناخد نموذج أو نظام يمزج أو يجمع ما بين كل من نظام التكليف الفعلي والمخطط. فهنا بقى التكليف الإنتاج في ظل نظام التكليف العادي عبارة عن مواد مباشرة فعلية، عمالة مباشرة فعلية، وتكاليف صناعية غير مباشرة مخصصة. يعني إيه تكاليف صناعية مباشرة مخصصة؟ قالك هاتي المعدل المخطط اللي هو من نظام التكليف المخطط، عبارة عن كل تكاليف صناعية مباشرة مخططة اقسمها على إجمالي أساس تخصيص مخطط. بعد كده اضربيه، هنا بقى هضربه في أساس تخصيص التكليف الفعلي مش المخطط. يبقى المعدل هيكون مخطط، لكن لما اجي اضربه هضربه في اساس تخصيص التكاليف الفعلي لكل هدف تكلفه. واحنا قلنا هدف التكلفه قد يكون قسم قد يكون منتج. نظام التكليف العادي هو ده النظام اللي يتم اتباعه في ظل نظام المحاسبه عن الاوامر الانتاجيه. النقطه السابقه عندي نظام التكليف العادي والنظام اللي سيتم اتباعه في ظل نظام الاوامر الانتاجيه. قبل ما اكمل بقول يعني ايه، طب يعني ايه الاوامر الانتاجيه؟ من الاوامر الانتاجيه دي المنشاه بتاخد اوامر من العميل ان هو ينتج له نوع معين، سواء كان منتج او سواء كان عقار، وفقا لمواصفات العميل. انا دايما بدي مثال، بقول الممثلات المشهورات والممثلين المشهورين ما بينزلوش الاسواق يشتروا لبس زي ما احنا الناس العاديين بتشتري، ولكن بتروح لمصمم ازياء عالمي او معروف هو بيعمل لها التصميم الفستان الخاص بيها. وعشان كده ده بنسميه امر، انا بنفذ امر، بنفذ كيان، سواء كان عقار سواء كان فستان، وفقا لمواصفات العميل. خلاص اتفقنا ان احنا هنتبع نظام التكليف العادي في ظل نظام الاوامر الانتاجيه، ولكن عندي مشكله بقى في نهايه العام. اشمعنى نهايه العام؟ لان انا في نهايه العام بيتم اعداد القوائم الماليه. طب القوائم الماليه مالها؟ كل بناتها لازم تكون ايه؟ فعليه. يبقى هنا انا شغاله طول السنه بتكليف صناعي غير مباشر مخصص، هي جزء منها معدل معياري او مخطط، وجزء منها اساس تخصيص فعلي. لكن انا ما ينفعش ان الاقي تكليف صناعي مباشر مخصصه تبان في القوائم الماليه. اشمعنى؟ عشان فيها معدل معياري او معدل مخطط. فقلنا طب هنعمل ايه؟ قارني بقى ما بين التكاليف الصناعيه المباشره الفعليه والتكاليف الصناعيه غير المباشره المخصصه. فعندي نوت اساسا من السبع، طبعا احتمال الاثنين يكونوا يعني متساويين، لان دي مش هتمثل اي مشكله بالنسبه لي. طب لو كان الفعليه اكبر من المخصصه يعني ايه؟ يعني انا مثلا قدرت ان التكاليف الصناعيه المباشره مخصصه
10، طلع الفعلية 12 أكبر منها. فنقول إيه؟ أنت يا مدير قدرت التكاليف الصناعية أقل من الفعلية باتنين، بنسميها فروق التحميل بالنقصان. طيب البديل الآخر أو المقارنة الأخرى اللي هي الفعلية مثلا أقل من المخصص، أنا قدرت التكاليف الصناعية المباشرة المخصصة ب10، طلعت الفعلية 2، نقول له أنت يا مدير قدرت التكاليف الصناعية المباشرة أكتر من الفعلية، بنسميها فروق تحميل بالزيادة. كيفية معالجة فروق التحميل دي إن شاء الله هنشرحها بس في جزء متقدم شوية، ويبقى سهل طبعا إن احنا نفهم إزاي هنعالج تلك الفروق عند إعداد القوائم المالية. أحب إن احنا نشوفه نطبقه. تستخدم شركة ياسمين نظام تكليف الأوامر الإنتاج، وتقوم بتخصيص التكاليف الصناعية المباشرة باستخدام تكليف العمالة الصناعية المباشرة. ده بنقول أساس التخصيص بتاعي تكاليف العمالة الصناعية المباشرة، وعندها مديني بيان المخطط والفعلي وتكلفة المواد المباشرة 750 ألف، 725 ألف الفعلي، تكلفة العمالة الصناعية 500 ألف مخطط، 490 ألف فعلي، تكلفة الصناعية المباشرة 857 ألف المخطط، 931 ألف فعلي. قالك أول حاجة احسبي معادلة الفعلية. المعدل الفعلي احنا عارفين عيني على العمود الثاني هو الخاص بنتائج الفعلية، فباخد إجمالي تكاليف الصناعية المباشرة اللي هي 930 ألف، بقسمها على أساس تخصيص تكاليف إيه؟ العمالة الصناعية، يبقى أقسمها على 490. أما المخطط ف857 ألف على 500، يديني المعدل المخطط. خلال مارس اشتبه سجلات تكاليف الأمر رقم 6 على أن تكاليف مواد مباشرة مستخدمة 20 ألف، تكاليف العمالة الصناعية المباشرة 15 ألف. احسب تكاليف الأمر 6 باستخدام مرة نظام التكاليف الفعلية ومرة نظام التكاليف العادية، وإذا كان عدد الوحدات المنتجة في الأمر 6 250 وحدة، احسب تكلفة الوحدة في النظامين، ده نمرة 2. هنا أنا لاحظت إن هو طالما خلال ابتدت ينتقل البيانات المتوفرة للمعطيات لنا من بيانات على مستوى المنشأة زي اللي احنا شايفينها من المخطط والنتائج الفعلية إلى بيانات على مستوى الأمر. هنا المنشأة بقول بتتكون من عدة أوامر مش من أمر واحد، بل قد يتعدى الأمر إلى مئات من الأوامر. طب هل معدل المخطط أو المعدل الفعلي اللي أنا حددته على مستوى المنشأة ممكن أطبقه على مستوى الأوامر اللي جوه المنشأة دي؟ ممكن انت تطبقيه. عشان كده نلاحظ طبعا اختلاف طبعا القيم ما بين اللي هو على مستوى المنشأة وما بين على مستوى الامر. ده كان المطلوب رقم 2. المطلوب رقم 3 بنقول لك في نهاية 18 احسب فروق تخصيص تكلفة صناعية مباشرة بالزيادة أو النقصان، ثم قم بإعداد القيد اليومي الذي يوضح معالجة تلك الفروق وبتحميلها على تكلفة البضاعة المباعة. تعالوا نشوف هنحلها ازاي إن شاء الله المسألة دي. اجي المطلوب رقم 1، هتحسب معدل مره المخطط مره الفعلي. جبت 857 ألف اللي هي تكلفه الصناعيه المباشره المخططه، قسمتها على تكلفه العماله المباشره المخططه دي 2.57%، 75%، اسفه، والفعلي 930 ألف على 490 ألف ادتني 1.9. اتنقلنا بقى من على مستوى المنشاه الى مستوى الامر 6. قال لك احسبي لي بقى التكلفه الصناعيه او تكلفه الانتاج على مستوى النظام الفعلي أو النظام العادي. مواد مباشرة واحدة في الاتنين 20 ألف و20 ألف، عمالة مباشرة واحدة 15 و15، لكن تكاليف الصناعية المباشرة الفعلية هاخد المعدل الفعلي اللي هو 1.9، هضربه في تكلفة العمالة المباشرة اللي هي 15 ألف، هتديني 28 ألف 500، في حين إن هو في النظام العادي لا، المعدل هنا لازم يكون مخطط، يبقى 1.75% ضربها برضو في تكلفة العمالة المباشرة الفعلية اللي هي 15 ألف، هتديني 26 ألف 250. أجمع 3 عناصر من تكاليف الإنتاج هيدوني 63 ألف 500 في ظل النظام الفعلي، وفي ظل النظام العادي 61 250. أقسم على عدد الوحدات هديني تكلفة الإنتاج الوحدة 254 في ظل النظام الفعلي، 245 في ظل النظام العادي.
تالت مطلوب قال لي في آخر السنة، في آخر السنة يبقى أنا بقوم بإعداد القوائم المالية، يبقى لازم أرجع إلى البيانات على مستوى المنشأة، بقارن ما بين التكاليف الصناعية المباشرة الفعلية هي 931,000 والتكاليف الصناعية غير المباشرة المخصصة، هي عبارة عن المعدل المخطط اللي هو 1.75% في التكاليف الصناعية المباشرة الفعلية. هديني فروق التخصيص 73,500 اللي هي الفرق ما بين تكاليف الصناعية المباشرة الفعلية وتكاليف الصناعية المباشرة المخصصة، ودي بتكون بالنقصان. أول طريقة إن أنا أعالج الفرق ده بقول لك أحمله على تكلفة البضاعة المباعة. عندي نوت أدي دايما التكلفة الصناعية المباشرة المخصصة بتكون طبيعتها دائن عشان أقفلها أخليها مدين، ورقابة التكلفة الصناعية المباشرة دي رقابة معناها فعلية هي أصلا مدين عشان أقفلها أخليها دائن. فقفلت أدي التكاليف الصناعية الغير مباشرة المخصصة خليتها مدين، وقفلت رقابة التكاليف الصناعية المباشرة اللي هي الفعلية خليتها دائن. لقيت في فرق، الفرق ده موجود فين؟ في الجانب المدين. قلنا هنحمله على مين؟ اللي هو 73,500 هنحمله على مين؟ على تكلفة البضاعة المباعة. طالما ده ظهر في الجانب المدين من تكلفة البضاعة المباعة معناه إن أنا هزوده. هزوده ليه؟ عشان عندي فروق التحميل بالنقصان. طب لو كان بالزيادة هتلاقي إن هي الفرق ده هيظهر، هعمله على تكلفة البضاعة المباعة، في تلك الحالة تكلفة البضاعة المباعة هتظهر في الجانب الدائن وليس المدين. آخر عن نظام تكاليف الأوامر الإنتاج، عندي هنا قسمين، قسم التشغيل وقسم التجميع، وأدي البيانات المخططة مديهالي والبيانات الفعلية مديهالي على مستوى القسمين، وطلب مني المعدل المخطط لكل تكلفة صناعية مباشرة لكل قسم، وأحسب إجمالي تكاليف الإنتاج للأمر 10. أحب إن أنتوا طبعا تحلوا المسألة دي لوحدكم، هتلاقوا نمط الإجابة في السلايد التالي، ولكن حاول أنت الأول أنت تحلها بمفردك. الإجابة بتاعت التدريب اللي أنا قلته، ولكن الأول تجيب المعدل المخطط، وبعدين تجيب تكاليف الإنتاج اللي عبارة عن مواد مباشرة وعمال مباشرة، كل ده طبعا في ظل نظام التكليف العادي، يعني مش ضروري ان انا اذكر لك ان هو نظام التكليف العادي، لكن اول ما تلاقي اول ما الانتاج احنا عارفين ان نظام التكليف العادي هو اللي يتم تطبيقه في نظام التكليف الاوامر الانتاجيه. بعد كده بقى بيقول لك في اخر العام بيقول لك بقى قارن ما بين تكليف الصناعيه المباشره الفعليه وتكليف الصناعيه المباشره المخصصه عشان تجيب فروق التخصيص سواء كان بالنقصان او بزياده، لان هي 25,000 بالنقصان في التشغيل و13,000 بالزياده في قسم التجميع. برضو ما زلنا مكملين في نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية، وبنعبر هنا عن تدفق التكاليف. أنا هعبر عن تدفق التكاليف في شكل القيود اليومية، بس قبل ما أبين القيود اليومية أحب إن أنا أوضح بعض النقاط الهامة تساعدني في إعداد القيود اليومية. أنا عندي تكاليف الإنتاج وترى في ذلك نظام التكاليف العادي، وإنها عبارة عن مواد مباشرة فعلية، عمالة مباشرة فعلية، وتكاليف صناعية غير مباشرة مخصصة، وإن المخصصة اللي هو عبارة عن المعدل المخطط لكن ضرباه في أساس تخصيص الفعل لكل هدف تكلفة. عندي موزون إنتاج تحت التشغيل اللي هو هنسميه حساب رقابة إنتاج تحت التشغيل، وإن الرقابة دي تعني فعالية، وده اللي هيعبر عن تكاليف الإنتاج. ولا مخزون المواد ولا مخزون إنتاج تام، لأن المواد لسه ما ابتدتش الإنتاج، والإنتاج التام في مرحلة إنتاجية قد بدأت قبل إتمام المنتجات، وبالتالي اتفقنا إن إنتاج تحت التشغيل هو اللي بيعبر عن تكاليف الإنتاج. في عندي تكاليف برضه صناعية مباشرة فعالية، ودي طبعا بتبقى مدينة من ده التكاليف، وعندها ثلاث مكونات: مواد غير مباشرة وعمالة غير مباشرة ومصروفات أخرى. وعندي تكاليف صناعية مباشرة المخصصة خليناها دائنة. ليه خليناها دائنة؟ لأن أنا قلت لك في نهاية السنة أنا بقفل بقارن بقفل التكاليف الصناعية المباشرة الفعلية والمخصصة، فأعكس بقى إيه طبيعة الحساب. فبعد الفعلية بعد ما كانت مدينة هتبقى دائنة، والمخصصة بعد ما كانت دائنة هخليها مدين. عندي موضوع المواد ده أصل، يبقى لازم يكون مدين إذا زاد ودائن إذا انخفض، وهسميه حساب رقابة المواد. عندي برضو مخزون إنتاج تام، مدين إذا زاد ودائن إذا انخفض، وهسميه برضو رقابة إنتاج تام. وأنا زي ما قلت لك إن كلمة رقابة تعني فعلي. تعال نشوف بقى القيود اليومية، وأنا عايزك تفهم مش تحفظ. أنا أول حاجة أنا عايز أبتدي الإنتاج، أول حاجة هعمل إيه؟ هشتري مواد، ونفترض إن أنا اشتريتها بالأجل. هحط المواد دي فين؟ هحطها في مخزون المواد اللي هو رقابة المواد، يعني رقابة المواد زاد وأصل مدين لما يزيد هيبقى مدين.
يبقى هنا حساب رقابة المواد ده الجانب المدين، ورقابة الدائنون ده في الجانب الدائن. هبتدي أسهم المواد دي عشان الإنتاج. أنا عندي نوعين من المواد، مواد مباشرة قلنا دي عنصر من عناصر تكاليف الإنتاج، وإن بيعبر عن تكاليف الإنتاج رقابة إنتاج تحت التشغيل، زاد ورقابة إنتاج تحت التشغيل ده مخزون يعني طبيعته مدين، فلو زاد هيبقى برضه مدين. مدين بإيه؟ بقيمة تكلفة المواد المباشرة. طب أمال المواد الغير مباشرة؟ قال لك دي عنصر أساسي من عناصر التلاتة الخاصين بتكاليف صناعية غير مباشرة، فيبقى عندي هنا في الجانب المدين حسابين، رقابة إنتاج تحت التشغيل بالمواد المباشرة، ورقابة تكاليف صناعية مباشرة بالمواد الغير مباشرة. طيب نتيجة للسحب ده حصل إيه؟ ليه رقابة المخزون انخفض؟ فبعد ما كان مدين هيبقى دائن. تالت قيد، أنا هبتدي أثبت العمالة زي ما عملت في المواد هعمل في العمالة. فأول رقابة برضو إنتاج تحت التشغيل العمالة المباشرة في الجانب المدين، مع رقابة تكاليف صناعية مباشرة بالعمالة الغير مباشرة في الجانب المدين، وهفترض إن أنا لم يتم بعد سداد ما هي أجور، يبقى حساب رقابة وما هي أجور مستحقة. عند التكاليف الصناعية غير مباشرة أنا عندي بقى إيه؟ عندي نوعين، تكاليف صناعية مباشرة فعلية وتكاليف صناعية مباشرة مخصصة. نبدأ في إثبات تكاليف صناعية مباشرة الفعلية. طيب عندي تكاليف صناعية دي قلنا مواد مباشرة ومواد غير مباشرة وعمالة غير مباشرة، خلاص تم إثباته. تأسيس غير المصروفات الأخرى، المصروفات الأخرى قلنا زي الإيه؟ الطاقة، الوقود، الكهرباء، الصيانة، الإيجار، الإهلاك، قلنا هنقسمهم لنوعين من الحسابات، حسابات أقدر أدفعها نقدا وحساب غير نقدي. فقلنا كل الحسابات زي الطاقة والوقود والإنارة والإيجار والصيانة والتأمين، كل دوت حاجات أنا ممكن أدفعها نقدا فسميناها تحت إيه؟ حسابات متنوعة. أما الإهلاك فده مصروف غير نقدي، فقلنا طيب أنا مقدرش أحطه في الجانب المدين، لكن عندي حساب بيمثل هو مخصص أو مجمع الإهلاك. يبقى عندي في الجانب المدين حساب رقابة تكاليف صناعية مباشرة، في الجانب الدائن حساب رقابة مخصص أو مجمع الإهلاك، وحساب الحسابات المتنوعة الأخرى. جينا عند التكاليف الصناعية المباشرة المخصصة، قلنا دي طبيعتها تبقى دائنة. طيب لما أنا أبتدي أدفع تكاليف صناعية مباشرة هعمل إيه؟ طبعا رقابة إنتاج تحت التشغيل هيزيد، هو أصلا مديني يبقى في الجانب المدين. ستة، خلصت الإنتاج هحول من إنتاج تحت التشغيل هيقل هيبقى دائن، وهودي الإنتاج تام هيزيد هيبقى مدين. هبيع، عشان عملية البيع دي لازم أشوف أثرها على إيراد المبيعات، اللي هو القيد الأول حساب رقابة النقدية في الجانب المدين أو رقابة المدينين، وحساب إيراد المبيعات في الجانب الدائن. طيب أنا سحبت من الإنتاج التام وبعته، يبقى إنتاج تام قل يبقى دائن. أمال مين اللي زاد؟ حساب تكلفة البضاعة المباعة. زي ما طبق القيد اليومية بقى على التدريب كده بسيط، في شركة سين بلغ المعدل المخطط للتكلفة الصناعية المباشرة 17 جنيه لكل ساعة. من ده يبقى لي المعدل المخطط 17، عرفت إن هو 17، ومن أساس التخصيص ساعة تشغيل آلي. وقد توفرت البيانات التالية، خلي بالكم البيانات دي كلها بالملايين. عندي رصيد أول مدة لكل مخزون مواد، إنتاج تحت التشغيل، إنتاج تام بلغ توالي 6 و1 و3، إجمالي المواد المشتراة 75، مواد مباشرة مستخدمة 73، مواد غير مباشرة 5، تكلفة العمالة المباشرة 45، العمالة غير مباشرة 15، إهلاك الآلات بلغ 20، إيجار وإنارة وتدفئة 9، ساعات التشغيل الآلي الفعلية 2 مليون، بلغت تكاليف إنتاج الوحدات التامة 147، تكلفة البضاعة المباعة 146، إيرادات 200. أول حاجة مطلوب إعداد القيد اليومي لإثبات العمالة السابقة، وإعداد القيد اليومي الذي يوضح معالجة فروق التخصيص سواء كان بزيادة أو النقصان، وأحملها على تكلفة البضاعة المباعة. خطوة خطوة، طبعا رصيدة أول مدة ملهاش طبعا قيود، لكن هي محطوطة بس عشان أعرف إذا كنت أنت فاهم ولا لأ، دي بتظهر في حسابات الأستاذ وليس في القيود. هنا بيبقى عندنا 75 رقابة مخزون المواد، أو ممكن تقول رقابة المواد، و75 رقابة الدائنين بتكلفة المواد المشترى. بعد كده رقابة إنتاج تحت التشغيل هعمله بالمواد المباشرة 73، وخمسة بالمواد الغير مباشرة هعمل على رقابة تكلفة صناعية الغير مباشرة. رقابة مخزون المواد نقصت خليتها في الجانب الدائن 78. نيجي عند العمالة، بالنسبة للعمالة المباشرة
حملها على رقابة إنتاج 3.45 العمالة الغير مباشرة حملها على 15 حملها على رقابة التكاليف الصناعية، ويبقى عندي هنا 60 أجور ومهايئ مستحقة. نيجي على التكاليف الصناعية الغير مباشرة، قلنا لا إما تعملهم قيدين منفصلين أو تعملهم في قيد واحد. لا تقول 20 رقابة التكاليف الصناعية المباشرة، 20 مجمع أو مخصص للإهلاك، 9 رقابة تكاليف صناعية مباشرة أو 9 حسابات متنوعة، أو تقول 29 رقابة تكاليف صناعية مباشرة، 20 مجمع أو مخصص للإهلاك، و9 حسابات متنوعة. الاثنين صح. بعد كده عندي التكاليف الصناعية المباشرة مخصصة، قلنا دائن 34 جبناها ازاي؟ ضربنا المعدل المخطط 17 طبعا في 2، طبعا احنا هنستبعد الست اصفار لان كل الارقام دي بالملايين. 34 رقابة انتاج تحت تشغيل و34 تكاليف صناعية مباشرة مخصصة. رقم 6، تم اتمام الانتاج. ف هنا القيد ده مش سليم، ارجو ان انت تلاحظ اللي هيكون انا حطيته متعمدة اللي هو خطأ عشان انا اشوف انت كيفية ان انت تقدر تصلحه. طبعا رقابة انتاج التشغيل لو ظهر في الجانب المدين هو زاد، مين المفروض يبان في الجانب المدين؟ رقابة انتاج تام. ومين المفروض يبان في جانب الدائن؟ رقابة انتاج تحت تشغيل، لان ده زاد وده قل. فنخلي بالك ان احنا وطبعا مفتح كده ومصحصح ان في بعض الحالات عشان اشوف انت مدى انتباهك ووعيك معايا. بعد كده عندنا بقى 146 تكلفة البضاعة المباعة، 146 رقابة انتاج تام تكلفة الوحدات اللي تم بيعها من انتاج تام، وبعدين 200 رقابة النقدية و200 الايرادات. هنبتدي بقى نقارن ما بين التكلفة الصناعية غير مباشرة الفعلية اللي هي ناخد بالنا اللي هي المواد الغير مباشرة اللي هي 5، والعمالة الغير مباشرة اللي هي 15، و29 اللي هي 20 مجمع ومخصص الهلاك، و9 حسابات متنوعة. لقينا إن التكاليف الصناعية الغير مباشرة 49، هنقارنها مع التكاليف الصناعية المباشرة المخصصة اللي هي 34، لقينا إن في فرق تكلفة البضاعة المباعة في الجانب المدين، وده اللي معناه فروق التحميل بالنقصان. نيجي بقى عند ازاي هنسوي فروق التحميل سواء كان بالزيادة أو بالنقصان. عندي 3 طرق، أول طريقة شرحناها إن أنا لما أجي أقفل بقى حساب تكلفة صناعية مباشرة مخصصة غير مدين وتكلفة صناعية ورقابة تكلفة صناعية مباشرة فعلية أخليها دائن وأشوف اللي هو الفرق، لو كان هيظهر في جانب المدين يبقى بالنقصان، لو كان هيظهر في جانب الدائن يبقى بالزيادة، وأحمله على تكلفة البضاعة المباعة. أما الطريقة التانية فتسوية وتوزيع فروق التحميل على حساب رقابة الإنتاج تحت التشغيل، رقابة الإنتاج تام وتكلفة البضاعة المباعة وفقا لعرضات آخر مدة. الطريقة التالتة أنا هسوي وأوزع فروق التحميل على حساب رقابة الإنتاج تحت التشغيل، رقابة الإنتاج تام وتكلفة البضاعة المباعة على حسب التكاليف الصناعية الغير مباشرة المخصصة. أخذنا إحنا أمثلة عن كيفية التحميل فروق زيادة، فروق التحميل بزيادة أو نقصان على تكلفة البضاعة المباعة. هنا هنشوف في نقطة الطريقة التانية زي إن أنا هسوي وزع تلك الفروق وفقا لإعتادات آخر العام. ففضل عندي في شركة ياسمين بتتبنى نظام أو منتجية وعندها توافر بيانات دي، أدي 3 حسابات، إنتاج تحت تشغيل، إنتاج تام، تكلفة البضاعة المباعة والإجمالي. رصيد آخر مدة 150,000 بالنسبة لإنتاج تحت تشغيل، 25,000 بالنسبة لإنتاج تام، و450,000 بالنسبة لتكلفة البضاعة المباعة، وأدي الإجمالي 625,000. المطلوب احسب الأول فروق التكاليف الصناعية المباشرة بزيادة أو نقصان. هنا رمت التكاليف الصناعية المباشرة المخصصة 240,000 والتكاليف الصناعية المباشرة 270,000. مجرد انت بس بتقارن ما بينهم كده هتلاقي ان الفروق هتبقى 30,000. طيب بالزيادة والنقصان قلت لك عينك على المخصص 240,000. انت يا مدير قدرت التكاليف الصناعية الغير مباشرة أقل من الفعلية، يبقى فروق تحميل بالنقصان. طيب انا هعالج الفرق ده وفق الارصدة اخر العام اللي هم عندي 150 25,000 و450,000، وبعدين قال لك اعمل القيد اللازم لاثبات تلك او قيد اليومية اللازم. نفس الجدول برضو، اول عمود الحساب ادي 3 حسابات زي بالظبط المعطى في التمرين، ارصدة اخر مدة برضو نفس العمود زي معطى لك في التمرين. طيب هو قال لي بقى خصصي ووزعي 30,000 على حسب أرصدة آخر مدة، هجيب النسبة هجيب كل قيمة 150,000 أقسمهم على 625,000 تطلع 24%،
25,000 على 625,000 طلع 4%، 450,000 على 625,000 طلع 72%. لازم أتأكد إن المجموع التلاتة النسب يساوي 100%. طيب أحط النقطة الإجمالي، أنا عندي فروق تخصيص بي النقصان 30,000، هبتدي بقى أنوزعهم على حسابات التلاتة وفقا للنسب. يعني أقول 30,000 في 24% بالنسبة للإنتاج تحت التشغيل، 30,000 في 4% 1200 بالنسبة للإنتاج تام، و30,000 في 72% يديني 21,600، ده بالنسبة لتكلفة البضاعة المباعة. برضو أتأكد أجمع التلات قيم لازم يديني 30,000. يبقى بنقول هنا بقى قيد تكاليف صناعية غير مباشرة مخصصة 240,000 في جانب المدين، في الجانب الدائن رقابة تكاليف الصناعية المباشرة ده فعليا 270,000. يجي بقى في النص طالما ده بالنقصان يبقى لازم يكون في جانب المدين، وعيني على آخر عمود وأحط بقى 7,200 قصاد إنتاج تحت التشغيل، 1,200 قصاد إنتاج تام، 21,600 قصاد تكلفة البضاعة المباعة. التدريب ده بقى على الطريقة الثالثة لتسوية وتوزيع الفروق. فمديك ان هو تستخدم شركة وحيد نظام التكاليف العادية، وتقوم بتخصيص تكاليف الصناعية المباشرة باستخدام المعدل المخطط لكل ساعة تشغيل آلي. بيقول لك ازاي انا بحسب التكاليف الصناعية المباشرة، ادي المعدل المخطط وبضربه في ساعات التشغيل الآلي. بدأت التكاليف الصناعية المباشرة المخططة 266,400، ساعات تشغيل آلي مخططة 18,500، يبقى من دوت اقدر ان اقسمه عشان اجيب المعدل المخطط. وبعدين تكاليف الصناعية المباشرة الفعلية 287,920، وساعات تشغيل الآلي الفعلية 19,050. برضو أقسم ال 287,920 على 19,50 يجي لي المعدل الفعلي. ما هنا عندي المعدل المخطط والمعدل الفعلي. مديني بقى ثلاث حسابات، إنتاج تحت التشغيل، رقم إنتاج تام، تكلفة البضاعة المباعة، مديني الأرصدة آخر مدة، مديني ساعات التشغيل الآلي الفعلية لكل من إنتاج تحت التشغيل ورقابة إنتاج تام، لكن مش مديني بالنسبة لتكلفة البضاعة المباعة. المطلوب واحد يسمى المعدل المخطط، قلنا سهل قوي. هقسم بقى تكاليف الصناعية المباشرة المخططة اللي 266,400 على 18,500، خلاص جبته. وبعدين احسب فروق التكاليف الصناعية المباشرة بزيادة أو نقصان مع معالجة تسوية تلك الفروق ثم إعداد قيد يومية في حالة سواء أحملها على تكلفة البضاعة المباعة أو هوزعه وفقا للتكاليف الصناعية المباشرة المخصصة على حسابات الثلاثة السابقة. المعدل المخطط طلع معدل محدد 14,4، تكاليف صناعية مباشرة مخصصة، قلنا بنضرب ال 14,4 في ساعات تشغيل آلي فعلية هي 19,50. فروق التخصيص تكاليف النقصان، قلنا هنقارن ما بين تكاليف صناعية مباشرة المخصصة وتكاليف صناعية غير مباشرة الفعلية لأن هي 13,600 وده بالنقصان. طيب كان عندي أول طريقة لك حمليها على تكلفة البضاعة المباعة، بشوف رصيد آخر مدة لتكلفة البضاعة المباعة 560,000، طالما ده بالنقصان يبقى بزوده 13,600 طلع 573,600. طب لو كان بزيادة هنقصه. وأقول القيد أدي تكلفة صناعية مباشرة مخصصة في الجانب المدين ورقابة تكلفة صناعية مباشرة في الجانب الدائن، ولقيت إن هو الناقص اللي هو 13,600 تكلفة البضاعة المباعة في الجانب المدين. طيب أمال بقى وفق لتكاليف الصناعية المباشرة المخصصة هعمل جدول. أول عمود هيبقى الحساب، التلات حسابات اللي عندي، تاني أرصدة آخر المدة بالظبط زي الطريقة التانية، لكن هنا بقى قالك لأ ما تجيبيش النسب غير لما تجيبي الأول تكاليف الصناعية المباشرة المخصصة. احنا قلنا بنجيبها ازاي؟ هضرب المعدل المخطط 14,4 في ساعات التشغيل الآلي لكل حساب. طب أنا عندي رقابة إنتاج تحت التشغيل ساعات تشغيل آلي معطاة، وعندي رقابة إنتاج تام ساعات تشغيل معطاة، لكن أنا ما عنديش ساعات التشغيل الآلي تكلفة البضاعة المباعة. قالك مش مهم، خلاص أنت حسبت بالنسبة للإنتاج تحت التشغيل، حسبت الإنتاج تام، أنت عارف إن إجمالي الإجمالي يعني معناها التكلفة الصناعية المباشرة المخصصة للمنشأة ككل، أنت عارف إن هي 274,320. انت عارف يبقى ممكن هتجمع بتاعه انتاج تحت التشغيل زائد رقابه انتاج تام وتطرحه من الاجمالي ده يدي لك الخاص بتكلفه صناعيه غير مباشره مخصصه تكلفه البضاعه المباعه. هتبتدي تجيب النسب، وبعدين هتبتدي بقى هتحط قصاد صف الاجمالي ادي فروق التحميل بالنقصان اللي هي 13,600، هتضربها في النسبه لكل واحده، هتجيب قيمه كل واحده، وبعدين ارصده اخر المده بعد التسويه، فهتجيب بقى ارصده اخر المده قبل التسويه 190 وتجمعه على 1463
بالنسبة للإنتاج تحت التشغيل هدي لك 191.463، رقابة إنتاج تام هتجمع بقى 250,000 زائد 4284، هدي لك 254.284. تكلفة البضاعة المباعة هتاخد 560,000 تجمع على 7853، هديك 567.853. هتعمل القيد، تكلفة صناعية مباشرة برضو مخصصة في الجانب المدين، رقابة تكلفة صناعية مباشرة في الجانب الدائن، وعينك على العمود الخاص بتسوية ومعالجة فروق تخصيص تكليف بالنقصان 1463، 4284، و707853. عندنا الوحدة التعليمية ديت اللي بنناقش فيها مشكلات نظام الأوامر الإنتاجية، اللي هي 3 مشكلات: التلف، إعادة الإنتاج، ومخالفات التشغيل. هناخد التلف الأول. يعني إيه التلف؟ هي وحدة من الإنتاج سواء كان تام أو غير تام الصنع ما توفرش فيها المواصفات اللي حددها العميل، وبالتالي لا يمكن إعادة الإنتاج، وهبيعها بأسعار منخفضة زي السيراميك وزي الملابس. عندي تلف نوعين، سواء كان تلف عادي ولازم تلف حتمي لازم يحدث في ضوء نسب معينة بيحددها المهندسين، وده بيحدث حتى في حالة ظروف التشغيل الكوف، وده بيدخل ضمن تكاليف الإنتاج. أما التلف الغير عادي فتلف غير مسموح به، مش تلف حتمي، لا يجب أن يظهر في ظل ظروف التشغيل الكوف، ده يرجع إلى قصور العامل والعنصر البشري، وده لا يخش أو لا يدخل ضمن تكاليف الإنتاج لأنه يعتبر خسارة. عندي التلف الغير عادي برضو حساب النقدية في الجانب المدين، برضو حساب رقابة إنتاج تحت التشغيل في الجانب الدائن، برضو بعدد الوحدات التالفة التلف الغير عادي مضروبة في تكاليف إنتاج الوحدة، هلاقي في فرق، الفرق ده حمله على خسارة التلف الغير عادي في الجانب المدين. هنحل التدريب ده، تقوم شركة بسمة بإنتاج أشكال متعددة من المنتجات وفقاً لطلبات وأمر العميل. هناك أمر مكون من 2500 عبوة من الخطوات المشكلة، تكلفة العبوة 6، مواد مباشرة 3، عمالة صناعية مباشرة 2، تكلفة صناعية مباشرة مخصصة 1، ولكن تتضمن معدل التكلفة الصناعية المباشرة احتياطيا للتلف العادي. يعني لما أجي أحسب المعدل المخطط بدل ما يكون 2 أعمل 2.5 عشان أواجه أي تلف عادي. طب المطلوب 1، بفرض ان عامل ما اسقط 200 عبوه، بفرض امكانيه بيع لا بلاش ما تخليهاش جزء غالي، بفرض امكانيه بيع ال 200 عبوه لسجن القناطر بمبلغ 200 جنيه لعبوه، قم باعداد قيد اليومين لاثبات هذا الحدث. يعني هنا بلاش بيع جزء، انا هبيع ال 200 عبوه ب 200 جنيه. هنا طبعا ده يعتبر هنا تلف عادي ولا غير عادي؟ لا طبعا ده عامل اسقطه، يعتبر تلف غير عادي. طيب 2، برجوع البيانات الأصلية، رفع أحد العملاء 200 من 2500 عبوة قد أمكن بيعهم بمبلغ 400 جنيه، بفرض أن معدل الربط يعتبر عاديًا، قم بإعداد قيد يومين بذات وألف خاص بأمر ما أو إذا كان بعامل كافة الأوامر. رقم 1 تلف غير عادي طبعًا، لأن ده راجع لعنصر بشري أخطأ، فبنقول إن هو مقلناش بلاش جزء، قلنا هنبيع ب 200 كل العبوات ال 200 عبوه، التالفه تلف غير عادي 200 جنيه حساب النقديه، ده في الجانب المدين. كده في الجانب الدائن قلنا حساب رقابه انتاج تحت التشغيل، عندي 200 عبوه بضربها في تكلفه انتاج العبوه 6 جنيه ب 1200، في فرق ما بين الجانب المدين والجانب الدائن اللي هو 1000 جنيه هعتبره خساره التلف غير عادي. طب 2، انا هتبقى عندي حالتين، الف لو كان خاص بامر ما قلنا 400 جنيه حساب النقديه و400 جنيه رقابه انتاج تحت التشغيل. طب لو كان عام لكافة الأوامر برضو 400 حساب النقدية في الجانب المدين، في الجانب الدائن برضو 1200 جنيه حساب رقابة إنتاج التشغيل. هنا بالظبط اللي هو عدد الوحدات التالفة اللي هي 200 مضروبة في 6، المفروض أنا برضو سبتها لك عشان تتحلها، عشان رقابة التكاليف الصناعية المباشرة اللي هي 800 جنيه. فالحاجات اللي ناقصة دي أو الحاجات اللي أنا عاملاك فيها بعض الأخطاء كده المتعمدة عشان أنت تبقى مصحصح وعارف تقول اه ده هنا ناقص قيمه اللي هي عباره عن عدد الوحدات التالفه اللي هي 200 مضروبه في تكاليف الانتاج اللي هي 6 يعني 1200. اعاده الانتاج بعرفه وحدات من الانتاج تم فحصها والتقريب بتلافيها، يتم اعاده انتاج او بيع وحدات تامه الصنع مثل الحاسبات الالكترونيه. التلف لا هبيعه زي ما هو بعيبه، عشان كده زي الفرد التاني في السيراميك والملابس، لكن اعاده الانتاج لا باخده
ادخله في العمليه الانتاجيه مره اخرى، ومقابل طبعا دخوله في العمليه الانتاجيه بتحمل طبعا مواد وبتحمل عماله وبتحمل تكاليف صناعيه مباشره، فده بيمثل عندي تكاليف اعاده الانتاج. طب تعالوا نشوف خطوات المحاسبه على اعاده الانتاج. اول حاجه لازم ان انا احدد الوحدات التالفه واثبتها بقيد يوضح تكاليف الانتاج تلك الوحدات. نقول في الجانب المدين هيبقى حساب رقابه الانتاج تحت التشغيل، ومكون من حساب رقابة المواد، حساب رقابة المهام والأجور المستحقة، حساب التكاليف الصناعية غير مباشرة المخصصة، وهي العناصر الخاصة بتكاليف الإنتاج. الخطوة الثانية بحدد بقى نوع إعادة الإنتاج، وده بيبقى على حسب نوع التلف. هنا عندي تلف عادي وتلف غير عادي. التلف العادي بقسمه إلى خاص بأمر ما وعامل كافة الأوامر. برضو إعادة الإنتاج حاسم من خاص بأمر ما وإعادة إنتاج عامل كافة الأوامر. خاص بأمر ما هيبقى برضو في الجانب المدين حساب رقابة إنتاج تحت التشغيل في الجانب المدين، في الجانب الدائن حساب رقابة المواد، حساب رقابة المياه والأجور المستحقة، وحساب التكاليف الصناعية المباشرة المخصصة. أما لو كان عام الجانب المدين بس هو بيختلف، بدل رقابة إنتاج تحت التشغيل هيبقى رقابة تكاليف صناعية مباشرة، والتلات حسابات هم في الجانب الدائن حساب رقابة المواد، حساب رقابة المياه والأجور المستحقة، وحساب التكاليف الصناعية غير مباشرة المخصصة. التلف الغير عادي بحتاج إعادة إنتاج غير عادي، والتلف الغير عادي بيعتبر خسارة، برضو إعادة الإنتاج يعتبر خسارة غير عادي. برضو بقى هنا في الجانب المادي برضو حساب خسارة إعادة الإنتاج غير عادي، حساب رقابة المواد، حساب رقابة المهية والأجور المستحقة، وحساب التكاليف الصناعية غير المباشرة المخصصة. يبقى هنا التلف الغير عادي قلت لك إن هو معناه إن هو بيحتاج إلى إعادة إنتاج غير عادي. هنا في تدريب على إعادة الإنتاج. تقوم شركة جنرال موتورز بإنتاج نوعين من موتورات ألف وب. تتمثل تكاليف إنتاج الموتور واحد مع 7 تكاليف إعادة الإنتاج في المواد المباشرة. يعني دي مواد، دي تكاليف إنتاج 150 جنيه، مياه صناعية مباشرة 30، تكاليف صناعية مباشرة 95، وتم إرسال وحدات المعيبة لمصنع إعادة إنتاجها. وتمثل تكاليف إعادة الإنتاج لكل موتور في المواد المباشرة 30، مياه صناعية مباشرة 20، وتكاليف صناعية مباشرة 35. يبقى أنا عندي تكاليف إنتاج وتكاليف إيه؟ إعادة الإنتاج. في فبراير 2016 أقامت الشركة بإنتاج 1500 وحدة من ألف و500 من وحدة من ب، وباين تلف 70 وحدة من ألف وصفر من ب. قررت الشركة بإعادة إنتاج 40 وحدة من موتور ألف، واعتبرها إعادة إنتاج عادي عام لكافة الأوامر. في هنا قامت الشركة بتصنيف 30 وحدة الباقية من موتور ألف كإعادة إنتاج غير عادي. المطلوب عندك إعداد القيود اليومية لبيان المحاسبة عن تكاليف الموتورات التالفة وإعادة الإنتاج، واثنين ما هي إجمالي تكاليف إعادة الإنتاج لموتور ألف في فبراير 2016. المشكلة بتواجهنا في نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية هي ما تسمى بمخالفات التشغيل، وبنعرفه إن هي المواد الناتجة من العملية الإنتاجية ذات قيمة بيعية منخفضة. مخالفات التشغيل طبعا بيكون لها قيمة بيعية منخفضة، مفيش مخالفات تشغيل عادية أو غير عادية، وأنا ببتدي أحاسب إزاي عن مخالفات التشغيل. خلي بالك مخالفات التشغيل الناتجة من مثلا بعض الزجاج المتبقي من صناعة الزجاج، بعض الأخشاب المتبقية، نشارة الخشب من الناتجة من تصنيع الأثاث، القماش المتبقي نتيجة مثلا إنتاج الملابس وهكذا. طيب عندي هنا حالتين، الحالة الأولانية لإثبات وقت البيع، فلازم أنا أحدد هل يا ترى مخالفات التشغيل دي قيمتها صغيرة ولا قيمتها كبيرة. لو كانت قيمتها صغيرة قيد سهل جدا، هو الحساب النقدي في جانب المدين وحساب إيرادات مخالفات التشغيل بما تحصلت عليه الشركة نتيجة بيع تلك المخالفات. أما لو كانت القيمة كبيرة فأنا أشوف هل يا ترى ده خاص بأمر ما ولا عام لكافة الأوامر. لو كان خاص بأمر ما يبقى بقول حساب النقدية، وفي الجانب الدائن حساب رقابة إنتاج تحت التشغيل. لو كان من عام برضو حساب النقدية، لكن هنا بدل إنتاج تحت التشغيل هيبقى رقابة تكاليف صناعية غير مباشرة. بثبت ان هوت عندي وقتين بثبت فيهم مخالفات التشغيل، هل يا ترى وقت البيع زي ما انا تم شرحها في السلايد السابق، وهنا وقت الانتاج. لا انا بقى هثبت مخالفات التشغيل دي وقت الانتاج. طب برضه لازم نحدد هل هو خاص بامر ما ولا عام لكافه الاوامر. لو كان خاص بامر ما طب انا هرجعها للمخازن،
يعني رقابة المواد زاد، يبقى هنا هو أصلا مدين، هيزيد يبقى مدين برضو حساب رقابة المواد، وهنقص حساب رقابة إنتاج تحت التشغيل لأني أنا هدخله كأنه مواد مرة أخرى، وبالتالي هنقص رقابة إنتاج تحت التشغيل. طب هبيعه، يبقى حساب النقدية وسحبته أنا من رقابة المخزون المواد، يعني رقابة مخزون المواد قل يبقى بدائل. طيب أنا هستخدمها في الإنتاج، يبقى حساب رقابة إنتاج تحت التشغيل هدخلها كأنها مواد جديدة، ونقص بقى حساب رقابة المواد. طب لو كان عام هرجعها للمخازن، حساب رقابة المواد، بس بدل ما أقول رقابة إنتاج تحت التشغيل زي الخاص بأمر ما، هقول رقابة تكلفة صناعي مباشر. أما البيع أو الاستخدام مرة أخرى فهما متماثلين في الحالتين، سواء كان خاص بأمر ما أو عام لكافة الأوامر. عندي هنا تدريب بسيط جدا على مخالفات التشغيل في 3 حالات، فتعالوا نشوف نقط كل حال. الحالة الأولانية بيقول لك استخدم الأمر 372 مادة معدنية لا تستخدم في باقي الأوامر الأخرى. طالما قال لي لا تستخدم في باقي الأوامر الأخرى يبقى خاص بأمر ما. فرض وجود مخالفات التشغيل بقيمة كبيرة، يبقى آجي قيمة كبيرة وخاص بأمر ما بعتها ب 490 بعد الإنتاج يعني وقت البيع، فأعمل القيد. طيب اتنين، أنا نسيت إن أنتوا وأنا بقول كده أنت بتعمل القيد قبل ما تشوف الحل. اتنين، تتكون مخالفات التشغيل لأمر 372 من المادة المعدنية تستخدم في باقي الأوامر الأخرى، يبقى عامل لكافة الأوامر. فرض أن مخالفات التشغيل يتم المحاسبة عنها في وقت البيع، برضه في وقت البيع وصلت إجمالي قيمة مخالفات التشغيل المباع 4000 جنيه، المطلوب إعداد بديلين من القيود اليومية التي ممكن أن توضح عملية بيع مخالفات التشغيل. طيب بيع مخالفات التشغيل قلنا لو كان ذات قيمة كبيرة عامل لكل أوامر، طب إيه البديل التاني؟ هي تكون قيمة صغيرة. 3، بفرض أن مخالفات التشغيل الناتجة من مطلوب رقم 2 قد تم إرجاعه إلى المخازن، رجعته المخازن وهو عام لكافة الأوامر عشان أستخدمه في المستقبل، يبقى هستخدمه، يبقى رجعته المخازن. هناك قيد يومية قد تم إعداده لإثبات تلك المخالفات، وبعد مضي شهر، بعد شهر تم إعادة استخدام مخالفات التشغيل كمواد مباشرة في الأمر التالي، المطلوب إعداد القيود اليومية لإثبات تلك، يبقى أنا رجعته المخازن وبعدين استخدمته بعد شهر في العملية الإنتاجية. مخالفات التشغيل ذات قيمة كبيرة خاص بأمر ما وقت البيع 490 النقدية، 490 رقابة إنتاج تحت التشغيل، لو كان القيمة كبيرة عامل لكافة الأوامر وقت البيع برضه يبقى 400 نقدية، 400 رقابة تكلفة صناعية مباشرة، لو كان القيمة صغيرة 400 نقدية، 400 إيرادات مخالفات التشغيل. طب رجعتها للمخازن وهو عام، يبقى 400 رقابة المواد، 400 رقابة تكلفة صناعية مباشرة هستخدمها، يبقى 400 رقابة إنتاج تحت التشغيل و400 رقابة المواد. أرجو أن أنا أكون نجحت إن أنا أوصل لكم المعلومة الخاصة بالأوامر الإنتاجية والمشكلات الخاصة بيها بشكل مبسط. اهتم بالتدريبات اللي أنا قلتها لك، وبالتوفيق إن شاء الله وبالنجاح. شكرا.